ما هو تفسير رؤية الزواج بزوجة ثانية في المنام؟ من الرؤى المتكررة والغريبة التي قد تزعج المرأة كثيرا هي رؤية الزوج أنه يتزوج عليها زوجة ثانية، أو حتى رؤية الزوج أن يتزوج للمرة الثانية. لذا يبحث كلاهما عن تفسير يوضح معنى رؤية الزواج بزوجة ثانية. تفسير رؤية الزواج بزوجة ثانية في المنام، وكانت زوجته في الواقع حامل، كان ذلك دليلا على أن زوجته سوف تلد له فتاة جميلة. أما تفسير رؤية الزواج بزوجة ثانية في المنام، على العموم هو دليل على أن الرائي سيتخلص من المتاعب والمشاكل والهموم التي تؤرق عليه حياته. تفسير رؤية الزوج أنه تزوج من زوجة غير زوجته في المنام هي دلالة على أن الرائي سيتمكن من تحقيق أمنياته، ودليل على انتهاء المصاعب والمشاكل في حياته إلى الأبد. أما رؤية أن الزوج قد تزوج بزوجة ثانية غير زوجته هو دلالة على أن هذا الزوج يستطيع حل المشاكل التي طالما أزعجته في حياته. ما هو تفسير حلم زواج الزوج بثانية؟ تفسير رؤية الزوجة أن زوجها يتزوج بامرأة ثانية هي دلالة على الخير والرزق والبركة التي ستحل في حياة الرائي، وكلما كانت هذه المرأة سمينة كلما دل ذلك على الوفرة في المال ونعيم العيش. تفسير رؤية الزوجة أن زوجها يتزوج بامرأة نحيلة وضعيفة هو دلالة على أن الزوج سوف يتعرض لخسارة مادية كبيرة في عمله. تفسير رؤية الزوجة أن زوجها يتزوج بامرأة مريضة هي دلالة على الخسائر المادية الفادحة والهائلة التي يعاني منها هذا الزوج في الأيام المقبلة. تفسير رؤية الزواج بامرأة متوفية ولكنها جميلة هي دلالة على أن مستقبل هذا الرجل سيكون به أمل كبير وخير كثير ينتظره. تفسير حلم زواج الزوج بثانية في منام الزوجة هو دلالة على قلة ثقة هذه الزوجة بزوجها في الواقع. ما هو حلم زواج الزوج بثانية؟ تفسيره: تفسير رؤية أن الزوج يتزوج مرة ثانية في المنام هو دلالة على أن الرائي سيحصل على خير كبير ووفرة في الفترة القادمة. تفسير رؤية زواج الزوج في المنام بامرأة أخرى هو دلالة على تغير حياة تلك العائلة، وأنه سيحدث فيها العديد من التغييرات الإيجابية التي سوف تغير من حال العائلة إلى الأفضل. تفسير رؤية زواج الزوج من امرأة أخرى في المنام هو دلالة على المال الوفير والرزق الكبير الذي سيناله الزوج في الأيام المقبلة. تفسير حلم زواج الزوج بزوجته مرة أخرى للنابلسي: تفسير رؤية أن الزوج يتزوج زوجته في المنام مرة أخرى هي دلالة على أن هذا الزوج شديد الحب لزوجته، وأنهم تربطهم بينهم علاقة عاطفية رومانسية قوية. رؤية الزواج بالزوجة مرة أخرى في منام الرجل هو إشارة على أن هذا الزوج راضي تماما عن علاقته الزوجية التي تجمعه بزوجته، وأن علاقتهما هادئة ومستقرة. تفسير رؤية الزوج أنه تزوج بزوجته مرة أخرى في المنام هي دلالة على أن الزوج يسعى للوصول إلى أحلامه وطموحاته وأهدافه التي يسعى إليها، ولكنه لا يستطيع بسبب أسباب عديدة. تفسير حلم زواج الزوج والبكاء في المنام: تفسير رؤية المرأة المتزوجة أن زوجها قد تزوج عليها وأنها تبكي في المنام بكاء شديدا، هذا يدل على الخير وعلى كثرة المنافع والرزق والبركة التي ستحصل عليها الرائية في الأيام المقبلة. تفسير رؤية الزوجة أنها تتزوج بزوج غير زوجها وكانت تبكي في المنام هي دلالة على التغييرات الجذرية التي سوف تحدث في حياة الرائية في الأيام المقبلة. تفسير حلم زواج الزوج بثانية ولم يخبر زوجته: تفسير رؤية الزوجة أن زوجها يتزوج بامرأة أخرى سرا هي رؤية بها خير لصاحبتها، وقد يكون الخير هو زيارتها لأحد مناسك الحج والعمرة، كما أنها رؤية تدل على الخير الكثير والوفير القادم في حياة الرائية في المستقبل.